تقنيات جديدة، أخبار جديدة، ومواقع جديدة، كلها في هاي الحلقة من techtech.me. أنا فؤاد جريس، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة. اليوم راح نشوف مع بعض موقع جديد اللي هو شويت.com، شبكة اجتماعية للفوتبول على الإنترنت. كمان راح نشوف مع بعض جادجت عظيم اللي هو السمارت بارك في سويفية في الأردن. وكمان راح نشوف مع بعض أخبار جديدة زي ما تعودتوا كل أسبوع. إذا حابين تابعونا زي ما تعودتوا، كمان تقدر تطلعوا على www.techtech.me موقعنا، وكمان تروح على الفيسبوك facebook.com/techtechme، وكمان على تويتر اللي هو @techtechme، وتواصلوا معي أنا @فؤاد جريس. خليكم معنا في الحلقة. خلينا نشوف مع بعض شو معنى أخبار من عالم التكنولوجيا في هذا الأسبوع من techtech.me في فقرة التسريب. أخبارنا اليوم لفقرة التسريب بتبدأ من فعالية شهرية بتصير بعمان وتعودنا نغطيها ببرنامجنا، وهي ثلاثاء عمان التقني عمان تي تي، تجمع تقنيي الأردن والعالم العربي، واللي راح يكون بكرة بجامعة الأميرة سمية، والموضوع لهالشهر راح يكون عمان تي تي لوكال إديشن. وراح يحكولنا عن هالموضوع لما قدومي اللي أسست موقع بعمان، واثق سفريني مؤسس موقع رزنامتي، وإياد حمام من موقع عرم رم ويب تي في، وعمر قدسي وليث زريقات من موقع جيران. لتعرفوا أكثر تابعوا عمان تي تي على الويب سايت وصفحة الفيسبوك وعلى تويتر facebook.com/ammantiti، تويتر @ammantiti، www.ammantiti.com. وهلا راح نضل بعمان، وخبرنا الثاني راح يكون بستارت اب ويكند بعمان اللي كان في السنتين الماضيين ببيروت والسعوديه والامارات العربيه المتحده. راح تبدا فعاليته من 17 ولغايه 19 بالشهر الحالي. كل التقنيين واصحاب اي فكره جديده بعالم التكنولوجيا معاهم 54 ساعه متواصله لياسسوا لهالمشروع. اصحاب خبره ومتحدثين راح يكونوا متواجدين ليساعدوا المشتركين، اللي كمان راح يكون مامن لهم كل إشي راح يحتاجوه. خبرنا الثالث لليوم هو عن الفيسبوك اللي طرحت أسهمها على سوق والمارت المالي، وكان قيمة الأسهم المطروحة هو 5 بليون دولار، وصار بإمكان الجميع إنه يستثمر بفيسبوك. قيمة الشركة الحالية هي 8 مليار دولار. فيسبوك اللي أعلنت حسب إحصاءاتها 845 بليون مستخدم شهرياً على شبكة التواصل الاجتماعي. الإيرادات كانت لسنة 2011 حوالي 3.71 مليار دولار، وصافي الربح 1 مليار دولار، يعني تقريباً ضعف ما حققته الشركة لسنة 2010. وبتمتلك الشركة حالياً 3.9 مليار دولار نقداً كاش موني. مؤسس الشركة والمدير التنفيذي مارك زوكربيرغ بيملك حالياً 28.4% من حصص الشركة، وراتبه الشهري بيبلغ 483 ألف دولار، والبونس ب 2011 كان 220 ألف دولار. وهلا مننتقل للندن والألعاب الأولمبية بصيف 2012، واللي رح يبدو بوضع ديجيتال جاربج بنز، سلات مهملات إلكترونية، قبل بداية هاي البطولة. الشركة اللي بدت بتطبيق وتوزيع هاي السلال في كل أنحاء لندن هي شركة رينيو، ولغاية اليوم صاروا موزعين 25 سلة، وضايلهم 75 سلة رح يتم توزيعها بوقت قريب. كل سلة بتحتوي على شاشتين LCD ضخمين، وبتم عرض آخر الأخبار الاقتصادية والأسهم، لكن لحد اليوم مش مبين إذا رح يتم استخدامها لأغراض إعلانية. بس اللي ممكن يخوف وجود هالتقنية وأجهزة بمدن كبيرة إنها رح تتعرض للكسر أو الاختراق أو السرقة. خلينا نشوف قديش رح يصمدوا هالأجهزة بالشوارع، مع العلم إنه تكلفة 25 جهاز المركبين هي 50 ألف دولار. وآخر خبر معنا لليوم عن لعبة Angry Birds اللي وأخيراً راح تكون بإمكاننا نلعبها على الفيسبوك. يوم عيد الحب Valentine's Day اللي بيصدف 14/2 هو يوم إطلاق لعبة Angry Birds على الفيسبوك، ولل 800 مليون مستخدم هاللعبة صارت على كل المنصات، يعني بتقدروا تلعبوها على PSP, PS3, Windows, BlackBerry, Android, Chrome, iOS. وتم إطلاق هاللعبة ب 2009 ولهلأ صار عليها 500 مليون داونلود لغاية سنة 2011.